صلاح بيه، اهلا وسهلا. منيرة يا هانم، اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. اتفضل. متشكر. الحقيقة العربية اتصلحت وبقت عال العال، وأنا فضلت أجيب المفاتيح لنفسي علشان مفيش أي حد غريب يخش البيت. آه ميرسي. منير هانم، أنا مسافر مصر إن شاء الله النهاردة، يا ريت حضرتك تأمريني بأي حاجة تكوني محتاجاها. متشكر. العفو يا فندم. أنا آسف على الإزعاج، وسعيد إني بشوف حضرتك للمرة التانية. منير هانم، أستأذن أنا. شرفت. الشرف كله لي. أورفوار. أورفوار. مين ده يا منيرة؟ ده صلاح رشدي، صلح العربية وجاب لي المفاتيح. صلاح رشدي جريء قوي، جه كده ودخل السراي لوحده، مش جريء؟ هو فعلا جريء. وادي افندم يا هاني. اندهيلي سيد من المطبخ. حاضر يا سيد. ايوه انا بس عايز اعرف هو بيجي منين الناحيه دي. هنشوف. مساء الخير يا ست هان. البت المخفيه دي بتقول ان سعادتك عايزاني بخصوص سلبي الاستاذ اللي جاب العربيه دلوقتي. ما تعرفش يا سيد هو بيجي لمين الناحيه دي؟ هو بينزل ضيف عند قرايب سمو حسين بيه، والواد محمد ابن سعدي شافه النهارده الصبح وهو بيتفرج على الارض اللي فرحنا، ارض طلعت بيه الشرقاوي. ايه ده ويشتري ارض ده ولا ايه؟ انا هعرف كل حاجه بكره الصبح يا ست هاني. قوم قوم قدامي يا فلاح يا اخويا. قوم يلا. بعد اذنك يا ست هاني. شايفه يا ماما؟ شايفه جيراننا بقوا مين؟ منك لله يا محسن. ايه بقى اخبار العرسان؟ على كل حال انا بقول لك لو زعلك في اي حاجه قولي لي اشد لك ودنه. هو انا اقدر؟ ده انا هنا في معطل القياده العليا. ده كان شرط خديجه هاني. ما هو يا عاطف مش معقوله كنت هسيب انا لوحدها. وانا باخد من الكلام ده لعلم حضرتك بقى كل يوم في طابور ذنب. ايه ده بقى؟ تقدر؟ على كل حال ربنا يسعدكم. انا مش عارفه نعمه اتاخرت قوي كده ليه. عندك حق، انا كمان ابتديت اقلق. طب عن اذنكم بقى انا هطلع اشوف انا كمان، ساعات حالتها ما تطمنش خالص. اتفضلي. عمر بيه. مراتي. بنسى. قولي بقى عزمي ليه مش عايز اجيبها البر؟ عزمي ده سيبهولي انا، انا عارفه كويس، هو مندفع شويه لكن قلبه ابيض. لحظه. افندم. ايوه اهلا اهلا. ايوه فعلا، بس ده هيعلن رسمي بكره ان شاء الله. حاضر، مع السلامه. ايه الحكايه؟ عندنا مانشيت؟ لا مش مانشيت، هو كلام. طب ما تقول لنا الكلام الجامد ده. في كلام عن اعلان الوحده بين مصر وسوريا. الله 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 الله، ده كلام جامد جدا. مش جامد بس، انت عارف لو ده حصل هيقلب موازين القوة كلها في المنطقة. طبعا اذنك. عن اذنك. على فين؟ على فين؟ ولا حاجة، هروح الجورنال بس. تاني مرة ما تبقاش تفتح بقك وتتكلم. ها مانشيت، في مانشيت. دي ضربة خطيرة لإسرائيل يا فندم. تمام تمام يا فندم. مبروك يا فندم، ألف ألف مبروك. لا دلوقتي حالا. مع السلامة. مع السلامة يا فندم. الكلام ده مظبوط يا فندم؟ عارفين معنى الوحدة ده إيه؟ إسرائيل هتواجه دولة واحدة كبيرة على حدودها من الشمال ومن الجنوب. والتفاصيل يا فندم؟ هتعرفها بكرة، والعالم كله هيعرفها. الماتشيتي مبدئيا اعلان الوحده بين مصر وسوريا. جميعنا على عهد غالي، عهد الظلم اللي خلق منا وحده اهالي، طول عمرنا والحب
جميعنا على عهد تاني، عهد الظلم اللي خلق منا وحدة أهالي. الجرح كان بارادايس. مصر وسوريا دول طول عمرهم زي الإخوات، كنت دايما بحس إنهم دوا بس واحدة بيضة واحدة سمرة. بالظبط كده، مصر بسمار النيل وسوريا القلب الأبيض. لا 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 لا، الوحدة دي معنى خطير، تحدي لكل القوى المعادية اللي حوالينا. تعرف انت لازم تكتب الكلام ده بمنتهى التلقائية زي ما انت بتكلمني دلوقتي. الجماهير محتاجة حاجة تحمسها، الوحدة دي أصلها معناها منتهى الحب. عمر، وحدة مصر وسوريا لا تعمل غير معنى واحد، انهم نبض واحد. لو مصر في يوم انجرحت نفس الجرح يسمع في سوريا. مش فاهم يعني ايه يا فرج؟ يعني مصر بقى اسمها الجمهورية العربية المتحدة، دي الدنيا في سوريا مقلوبة. عقبال كل الدول العربية ما تتحد مع بعضها. قادر يا كريم؟ قادر يا كريم. يلا يلا يا سعدون حضر الشاي، وانت اخويا قوم فيز يلا حضر الفطار بتاع الهوانم. هوانم؟ بقول لك بقى اسمها الجمهورية العربية المتحدة، تقول لي فطار وهوانم. هو المؤتمر ده هيستمر كتير ولا ايه؟ هو محسن بيه هياخد الفطار فوق ولا حضرتك؟ لما تيجي تكلمني لازم تبقى منشف ايدك، مفهوم؟ حاضر يا فندم. لا ما تمسحش في هدومك. حاضر. فرج بيقول لي ان مصر ما بقاش اسمها مصر، بقى اسمها ايه؟ الجمهوريه العربيه المتحده. يا جماعه انتوا لا تتخيلوا سوريا قريبه من مصر قد ايه. اكبر دليل على كده ان لو اي حاجه حصلت في مصر لازم تنعكس على طول هناك في سوريا. يعني صحيح هيغيروا شكل العالم؟ مش مهم يغيروا شكل العالم، المهم ان الموضوع ده يستمر يا محسن. بكرة اللوز والبندق يرجعوا تاني. وعم كامل يا ماما هيتبسط قوي عشان الشركسية. هو ده اللي همك يا شكشوك؟ يعني هو انتم مش بتاكلوا منها؟ نصر بقاله مدة بيتكلم عن القومية العربية. عنده حق يا عمتي، حضرتك لا تتخيلي لو العرب اتحدوا هيبقى قوة شكلها ايه. هي نجوى فين؟ نجوى نزلت من بدري. احنا الظاهر ان احنا هنعمل حفلة في المعهد. محسن بيه، في واحد عايز سعادتك واقف بره. مين؟ معرفش، يقول انه من العزبة بس انا ما دخلتوش، سبته واقف بره. ما تعرفش اسمه ايه؟ بيقول ان اسمه سيد سعد. طب عن اذنكم. افندم. هو حضرتك مش فاكرني ولا ايه يا محسن بيه؟ لا مش فاكر. عايز ايه؟ انا سيد سعد بيه. سيد حضرتك ناسى يا مراد به السعيد الله يرحمه. ماله مراد السعيد؟ وبعدين انا معرفكش. سعادة البيه مفيش حاجة، انا جاي اسلم بس على سعادتك، وبالمرة لو في شغلانة كده ولا كده رجبت. شغلانة ايه؟ تجننت؟ اتفضل. كل الحكاية انا جاي اسلم على سعادتك. وسلمت. اتفضل. ومش عاوز اشوف وشك تاني هنا، مفهوم؟ مفهوم مفهوم جوا سعادة البيه. عن اذن سعادتك بس انا برضو ما استغناش. اتفضل. محسن مالك؟ في ايه؟ لا ده واحد جاي من العزبة. في حاجة؟ كان عايزني في خدمة. شكله بيقول غير كده خالص. طبعا في حاجه. شكرا. لو حصل اي مشكله بعد كده اعتبريني مسؤول. انا مش فاهمه في ايه. انا لازم اتغير، حياتي كلها لازم تتغير، وارجوك يخليكي جنبي، انا محتاج لك. انت ليه كده دايما بتخضني؟ في حاجات كتيره قوي لازم تتغير، لازم اعوض وهعوضها. يا منيرة بس اللي لازم تعوضها. ربنا يجيب الخير. الحقيقة لسه ما عرفش. على كل حال أنا هسأله لو كانت الدعوة وصلته ولا لأ. ميرسي قوي يا رشدي بيه. أرفوار. وعايز إيه بقى رشدي بيه بتاعك ده؟ رشدي بعت لك دعوة بيعزمك فيها على عيد ميلاده. إيه؟ عيد ميلاده؟ هو لسه بيعمل عيد ميلادات؟ مش كبر بقى الحاجات دي؟ عموما انا بعتذر. ما يصحش يا عمر، انت كده بتحرجني. شوف يا نعمت،
هو اليومين دول طول الوقت مع شهندة وشلتها، معنى كده ان السهر هتقلب نكد. ما افتكرش الكلام ده، كان زمان يا عمر، دلوقتي خلاص ما بحاولش حتى افكر في تصرفاتك. ياه، ايه بقى اللي حصل؟ اقولك يا عمر ايه اللي حصل. تقدر تقولي الصورة دي كانت فين بالظبط؟ الصورة دي مش فاكر طبعا. دي بقى عمال رز هدايا بتاعك. بصي بقى، ما هي اصلي ما هي نار. مش عايز اعرف يا عمر، وعلى فكرة لو ما روحتش انا هروح علشان اثبت اني ما هي نار. تثبتي ايه؟ انت لغاية دلوقتي مش مصدقة ان انا بحبك. ما بحاولش افكر. ردك ده معناه انك لسه بتموتي فيا. مش حقيقي يا عمر، عن اذنك عشان عايز امشي. واذا ما سبتكيش تمشي هصرخ. ما حدش هيسمعك غير قلبي. كذاب. ايه يا نعمت، دي اول مره تقولي لي الكلمه دي. كفايه بقى الكلام اللي انا بسمعه. هو ده بقى اللي انا كنت عامل حسابه. وجودك مع رشدي هدايت في نفس المكتب كان نتيجته كده، بس انا بقى لا يمكن اسكت على الكلام ده. يا نجوى، فين نشاطك امال؟ فين مقالاتك عن حقوق العمال ومطالبهم؟ ما انا طلبت من حضرتك تسيبني اتفرغ لباب المرأة. كده بتتغيري 180 درجة واللي سمعته حقيقي. مش فاهمة. اوعي تتصوري ان انا مش حاسس بالناس اللي بيشتغلوا معايا يا نجوى. انت كنت في وقت من الاوقات الظل بتاع عثمان. وطبعا عثمان ميوله معروفة. من فضلك يا استاذ رشدي. احنا لازم نفصل بين الشغل وبين الصداقة. اتفضلي. اتفضلي يا نجوى. اتفضلي. انا مش عايزك تتخبطي، عايزك تدرسي مقالاتي، تشوفيني بفكر ازاي. يعني مش معقول انا اكتب عن ربط الاحزمه على البطون وانت تكتبي عن دور الجمعيات الخيريه في العمل الاجتماعي. دي ناس فاضيه ما راش حاجه غير القعدات والكلام والنميمه. وانت عارفه كويس قوي يا نجوى ان انا ماليش في الاتجاه ده. واذا قلت لحضرتك ان انا مقتنعه بكل كلمه بكتبها. يبقى شغلك مش هينزل يا نجوى. واذا نزل هشيل نص. عن اذنك. ايه يا نجوى، مالك في ايه؟ سيبني يا عثمان لو سمحت. اتفضل يا فندم. مالها نجوى؟ ابدا مش قادره تفهم اني بديها فرصه عمرها عشان تتعلم. ده حقيقي يا فندم. اتفضلي يا نجوى هاني، كوبايه عصير طازه في ريش. فريش يا عباري، فريش. ايوه تمام تمام يا فندم. ما تأدي التحيه مظبوط يا عسكري، ضم صوابعك. تمام يا فندم. اتفضل. طب اهدي بس يفهميني. افهمك ايه بس يا يوسف؟ رشدي هدايت اتحول بقى ديكتاتور، عايزنا كلنا نبقى طبعه واحده منه، وانا مش ممكن اقبل ده ابدا. طبعا ما تقبليش. صممي على موقفك. يبقى هيحذف لي نص مقالاتي. انت ما تتصورش هو عاملني بطريقه شكلها ازاي. يبقى قدمي استقالتك. ابقى انتهيت. انت عارف ان هو ممكن يخليني ما اشتغلش تاني خالص؟ ده ممكن يدمر مستقبلي الصحفي. ما يقدرش. لا يقدر. يقدر يا يوسف. نجوى انت مش قد الصراعات دي. انت اتواجدتي في مكان غلط، والغلط ده لازم يصح. انا تعبت، انا حقيقي تعبت. ما تقوليش كده. انا رحت فين؟ طب اعمل ايه يا يوسف؟ تنسي كل حاجه وتفكري ان احنا الاتنين مع بعض، واستقالتك في جيبك. ما انا كمان مش قادره اقعد في البيت فترات طويله. انت عارف وجودي في البيت بعد موضوع رفضي للجواز دوت بيعملي مشاكل كتيره جدا. نجوى انا. انت ايه يا يوسف؟ اوعى تخليني اشوف نظره تردد في عينيك. اوعى الموقف يفرض عليك كلمه انت ما انتش عايز تقولها. نجوى انا محتاج لك، بس كمان محتاج وقت اعيد فيه ترتيب كل حساباتي. يوسف أنا بحبك. حس أنا حياتي ما بقلهاش أي معنى من غيرك. عارف، وبحاول أوصل لإحساسك ده. نجوى ما تسيبينيش،
انا مش قادر اخد خطوه واحده بس الا لما احس ان انا معاكي بكل ارادتي. ما اقدرش اديكي قلبي وجزء منه مجروح ولسه بينزف. انا عملت المستحيل عشان احاول انسيكي الجرح ده لكن ما قدرتش. انتوا ليه كلكم بتفكروا بنفس الطريقه؟ عثمان كان بيعذبني عشان يرضي شهندة، رشدي هدايت بيعذبني بغروره مانيش عارفه ليه، حتى انت بتعذبني بحبك لسعاد. انا ما اقدرش اعذبك. مش كده يا نجم. ارجوك يا يوسف سيبني لوحدي دلوقتي، انا محتاجه اقعد مع نفسي شويه. انا طول عمري في موقف ضعف، نفسي ولو مره واحده، مره واحده بس ابقى في موقف قوه. انت خارجه ولا ايه يا ماه؟ ايوه بابا، في حاجه؟ ما تديني من وقتك 5 دقايق. يا خبر يا بابا، ده انا وقتي كله ملكك. واذا قلت لك بقى ان انا شايف غير كده تزعلي مني؟ ما هي بنتي انا فاهمك كويس، ده انت حته من قلبي. طبعا يا بابا. انت في حاجه قلقك؟ حاجات كتير قوي قوي، اولها الحيره اللي انا شايفها في عينيكي. الحيرة دي هتفضل ملازماني العمر كله. الحيرة دي نتيجة جبال كحل، حاسة انها محصراني. جبال سواد، اول ما بشوف فيها ضوء اخضر بجري عليه بلاقيه سراب. انا كمان من يوم رجعت وانا حاسس اني متغرب بروحي، انما هناك كنت متغرب بقلبي. أنا مهما كان خلاص كبرت في السن، إنما أنت لسه يا بنتي، لسه مستقبلك قدامك كبير أوي. والمستقبل ده هوصل له إزاي إذا كان كل الطرق مسدودة؟ كل طريق بمشي فيه بحس إنه مش طريقي، كل خطوة بخطيها بحس إنها مش من حقي. حاسه اني صوتي رايح حتى السما وغيري. بكل الصدق اللي ربيتك عليه، عمر عز الدين. عمر قلب كبير قوي. انا كنت بتمنى بس عمره ما كان ملكي. خلاص يا بابا، خلاص. انا تعودت افقد املاكي، بس حسين الشاذلي بيحاول يسترد جزء منها، جزء من قلبي. انا حاسه انه ضايع مني، حيران مع عمري وانا بجري وراه. انا كنت حاسس بده كله يا بنتي، عشان كده بقولك بلاش الغربة اللي جوه كل واحد فينا. ما تبعديش عني يا بنتي، اوعي تبعدي عني، اوعي. ما تقولش كده يا بابا، ما تقولش كده. لو كان ده حصل صدقني غصب عني، اكيد غصب عني. بابا أرجوك اديني فرصة أصالح ما هي نار على نفسها، اديني فرصة ألاقيها. أنا متأكدة إن أنا هلاقيها. مستحيل تضيع مني، مستحيل. بس انا شايف برضو ان احنا كده بنعفي صلاح رشدي من المسؤوليه.
ده كان لازم يحصل من زمان. صلاح مش لازم يحس انه مهدد تحت اي ظرف دلوقتي. بالظبط كده. افهم يا عاطف، مجوهرات الحقيقة اتهربت بمعرفة صلاح رشدي، ودلوقتي مطمن جدا ان احنا لقيناها، معتبر نفسه بطل انه ما لمس حاجة من القصر وقت ما كان تبعه. اظن كلامي واضح. واضح فندم، بس برضو كل ده هيوصلنا ليه؟ هقول لك كل حاجة. موضوع اصله معقد جدا مشائك. بنت الوصيفة اللي جوزها دي اسمها ايه؟ فاطمة. بس حضرتك عارف انهم على خلاف مع بعض، يعني مفيش اتصال بينهم دلوقتي. ده هي حتى دلوقتي عايشه في بيت برنسيس شاهين. انت لسه بتقول برنسيس يا عاطف؟ ما خلاص. عندك حق، بس هي الحقيقه يعني تعود يعني. انت هتناقش ولا ايه؟ سيبه ناقش يا حسن، احنا اللي تعبنا ان احنا مش قادرين نناقش. طب ما نستدعي اللي اسمها فاطمه دي يا فندم. سيب لنا الموضوع ده، اكيد المعلومات اللي عندها مش عند حد. من امتى كان تجريح الناس والكتاب عن حياتهم الشخصيه يعتبر جزء من الحريه الصحفيه؟ استاذ عمر انا مش فاهماك ابدا. الناس دلوقتي مهتمه تعرف كل كبيره وصغيره عن حياه الاميرات، تصرفاتهم ازاي، عايشين ازاي، حتى الخبايا اللي في حياتهم. من فضلك اديني فرصه. انا طول عمري بحترم كل مواطن ومواطنه مصريه عايشين على تراب الارض دي. ايوه بس ده ما كانش اسلوبك قبل كده، عمرك ما حطيت قيود على الكتابه. امال كان ايه اسلوبي؟ ان انا اجرح واتكلم عن الحياه الشخصيه للمواطن المصري؟ لا، عمري دي ما كانت طريقتي. ومن فضلك طول ما انت بتشتغلي معايا لازم تحترمي التقاليد دي. طب يا ريت ما تزعلش نفسك قوي كده، خلاص كل ده يعني عشان الريبورتاج؟ مش مهم، عن اذنك. الله يا مالي عصبيه كده ليه؟ وانا قلت حاجه غلط؟ انا كنت متاكده انه هيرفض يديني فرصه. الله الله الله، خير اللهم اجعله خير. ايه اللي حصل؟ ايه في مسائل تتعلق بالكرامه؟ مسائل تتعلق بمستقبلي، انا مش فاهمه، لما هو مش عايزني اشتغل معاه كان بيوافق على تعييني ليه؟ لا لا لا، الموضوع جد بقى. طبعا ممنوع التدخل في حياه الاميرات، ممنوع التدخل في امورهم الشخصيه، انا مش فاهمه ده مع مين وضد مين. لا لا لا، ايه الكلام الكبير قوي قوي ده؟ ايه مفيش احترام لوجودي ولا ايه؟ بقول لك ايه، انا مش ناقصاك سيبني في حالي. طبعا بصرف النظر عن الجمال وتاثيره عليا، سنه سبعه قلت لك الموضوع ده ممكن يسبب اثاره ملهاش لازمه. عمر ما يحبش الموضوعات اللي فيها تلميحات عن الحقد او تصفيه الحسابات. بصراحه بقى نرمين. بس بقى بصراحه انا مش لاقي اسمع ولا كلمه. اقعد ساكت. لا بقى كمان ما اقدرش اشوفك كده واسكت. حدش قال اني احتمل اشوف الهدوء الناعم ده غضبان واسكت، ولا العذاب للجمال المفتكس. ايه المفتكس يا اخواتي؟ ايه ده؟ بطل بقى يا عزمي، بطل بقى تلعب بافكاري. ده الكلام، ده الموضوعات اللي نتكلم فيها. اهلا وسهلا صلاح بيك. اهلا وسهلا منيرة هانم، استقبالك ليا شرف عظيم يا فندم. اتفضل. الحقيقة منيرة هانم، أنا آسف أولاً على مزاحك، بس أنا اضطريت لأني عاوز أستفسر من حضرتك كده عن شوية استفسارات. استفسارات عن إيه بالظبط؟ الحقيقة أنا معروض عليا أشتري حتة أرض كده جنب أرض حضرتك، وبعدين سمعت إن في مشاكل في الري. الحقيقة أنا ما عنديش فكرة عن المواضيع دي خالص، تقدر تسأل حد تاني. أنا تخيلت يعني، عذراً إنه علشان حضرتك مقيمة هنا تقريبا، فيمكن تكون تولدت لديك الفكرة يعني عن مسافة الأرض دي. لا أبدا، بس أنت عارف إن أنا هنا لوحدي وما بستقبلش أي حد من غير معايا. طبعا يا فندم، مفهوم. أنا آسف مرة تانية على الإزعاج. بعد إذنك. شرفتي صلاح. الشرف لي أنا منيرة. ابعتي لي الحاج حكايتي. حاضر. افهميني يا منيره، انا كويسه يا حبيبتي، متصوريش قد ايه انا مشغوله عليكي.
أكيد الكلام ده. طيب يا حبيبتي خلي بالك من نفسك علشان خاطري. مالك يا ماما؟ حصل ايه؟ وليه الدموع اللي في عينيكي دي؟ مسكينة حظها وحش. أنا خايفة تكون تعبانة من حاجة ومش عارفه تقولها لي، خايفة عليا. أنا تعبانة تعبانة يا سوية. ايوه خارجه مشوار مهم. قلتي لطنط امينه انك خارجه؟ طنطك امينه نايمه وما تعطلينيش ارجوك يا شكرا. يا سلام، ولما يجي حسين ويسالني اقول له ايه؟ تكلمتي حسين ملوش دعوه، اريحك قولي له ما اعرفش. انت مش هتجيبيها البر، انا نفسي افهم انت بتروحي فين. هحكي لك والله هحكي لك، بس سيبيني دلوقتي بقى ما تعطلينيش. باي باي. قبل ما تخرجي يا شهرة تبقي عارفه ان دي اخر مره هبقى مسؤوله فيها عن تصرفاتك ومش هداري عليكي تاني، انت فاهمه ولا لا؟ شهرة افندم، ممكن اعرف انت رايحه فين دلوقتي؟ معزومه على العشاء، عندك مانع؟ 100 مره قلت لك قبل كده لما اسالك سؤال تبقي تردي عليا كويس. الو، طب مين؟ ثانية واحدة يا فندم، حسين تليفون علشان مين يا شكران؟ مش عارفة بس في واحد بيزعق جامد. الو، ايوه انا هو. ايوه يا فندم، ايوه ايوه. طيب ممكن العنوان لو سمحت؟ انا جاي حالا. في ايه يا حسين؟ بعدين اقول لك انا مستعجل جدا، لازم انزل حالا دلوقتي. وايه ده؟ انتوا مالكم كلكم بقيتوا صعب كده؟ الدكتور فين؟ الدكتور طلبناه وجاي حالا يا فندم. الكلام محدش فيهم طايق يبص في وشي. هموت. نظرات الكره ليا هتموتني. حتى هي. شوف مين على الباب بسرعة. صاحبي فين؟ موجود يا فندم، اتفضل. صلاح، صلاح. صباح الشهامة. هاي شهامة. دكتور حسن. بونسوار دكتور. بونسوار. تفضل. شهرت قالت لي ان حضرتك عايز تقابل فاطمة. يا ترى ممكن اعرف ليه؟ هو بخصوص صلاح رشدي، وطبعا حضرتك هتعرفيني من التفاصيل. طبعا موضوع نيرة. هنبقى نشوف موضوع نيرة، بس ممكن اشوفها دلوقتي؟ دقيقة واحدة. حسن لازم ترجع لهم البنت. وبعدين عايز اقول لك حاجه، ما تقلقش من شاهين ده، هي دي طريقتها في الكلام. مفهوم، بس انت عارفه انا ما بحبش الاسئله كتير. خلاص بقى يا حسن ما تحبكهاش واسكت اسكت، جايين دلوقتي. دكتور حسن، فاطمه. مساء الخير. هاي فاطمه. شهرة ده اكيد عايزه تقابلي شاهر، مش كده؟ طبعا طبعا. هبعت لك عصير دكتور. بس ده ميعاد الشاي بتاعي. بس ده مش ميعاد شاي. اتفضل يا دكتور. انا احب نخش في الموضوع على طول، بس قبل ما نتكلم احب اطمنك ان احنا هنشوف موضوع نيرة في اقرب فرصه. ما افتكرش، انا لازم ادخل مع صلاح رشدي في معركه لوحدي. انا عملت المستحيل، مفيش فايده. انا كل اللي قلقني سكوت عثمان، متهيألي ان الولد جات له صدمه لما عرف اللي حصل لي من رفيق. ما تقلقيش، المهم دلوقتي انا عايزاكي تقومي وتحاولي تعيشي حياتك. هو ما سالش عليك.
لا، وهو ده اللي قلقني. وشاهر على طول قافل على نفسه مش عايز يكلم حد. شهرت انت فين؟ وحشاني. انا ما اعرفش حاجه عن شغل صلاح. انا ساعات كنت بعرف انه مسافر من الجرايد. الموضوع اللي حضرتك بتكلمني عنه ده انا ما اعرفش عنه حاجه. مش معقول يعني يكون مخبي اوراق زي دي في البيت. دكتور، دكتور العزير. شكرا. طيب احنا مش بالسذاجه دي، بس احنا كمان متاكدين ان الفواتير والصور بتاعت التحف والمجوهرات دي موجوده وسط اوراقه وفي خزنته. هو فعلا عنده خزنه في البيت في اوضه المكتب، وانا عمري ما فتحتها، بس هو مره عمل مشكله جامده قوي لما دخلت عليه وهو فتحها. طب ما احنا نقدر نعمل محاوله. محاوله ازاي؟ محاوله نوصل بيها للاوراق اللي جوه الخزنه دي. انا لا، انت ما تعرفش صلاح رشدي، ده ممكن يقتلني. وبعدين حضرتك ما تعملهاش ليه بصفه رسميه؟ يعني صلاح كان بيخش البيوت في اي وقت ويعمل اللي هو عايزه. ازاي يتجرأ ويجيلك العزبه؟ يبقى بعد كده مفيش سفر لوحدك ابدا. انت مش عارفه ده ممكن يعمل في حياتك ايه يا منيره. ما يجرؤش، انا بس عايز اعرف هو عايز مني ايه. طب يا منيره ما تعرفيش الارض اللي اشتراها دي بتاعت مين؟ ما اعرفش، وحتى ما حاولتش اسال. الكلام ده ما يتسكتش عليه. صلاح رشدي بيحاول يفرض سيطرته على كل اللي حواليه، وانا مش هسكت. هعطف وبعدين معايا. الله الله. صار ايه؟ في ايه يا ولاد؟ في ايه يا ولاد؟ بس معقولة انتوا هنا كده برضه؟ موريتك. معلش انا اسفين، هي برضه يعني. خلاص بقى خلاص. ربنا يسعدكم يا ولاد. بس انا اول ما جيت لقيتها مستنيه في الجنينه بتقولي في موضوع مهم، في خبر مهم ومش عايزه تقول. ما قلتلكش ايه هو الموضوع المهم؟ يا انا ما هو عاطف هو اللي مش عايز يفهم. اقول انا وخلاص؟ ما تقولي في ايه. قولي بقى يا منيره. مبروك يا عاطف، هتبقى اب. الكلام ده بجد؟ ايوه بجد. يعني احنا في انتظار عاطف الصغير؟ الله، وليه بقى ما تبقاش ساره صغيره؟ انا مش مصدق. ما قلتليش ليه من الاول؟ مبروك يا ساره. معلش انا تعبانه شويه. معلش يا أنا، ما خدتش بالي إن سعاد. أبدا يا حبيبي، ما فيش أي حاجة. ألف مبروك يا عاطف، أنا كنت عارفة من الأول. متشكر أوي يا أنا، متشكر. مبروك. سارة استنى. عاطف إيه اللي أنت بتعمله ده؟ عاطف معلش يا أنا، المفروض هي ما تتحركش دلوقتي. أوعي يا منير. على فكرة واضح ان البيبي تقيل، باين له توأم. بالراحة. اوبا، حاسبي حاسبي على البيبي. انا برضه يا عاطف اللي حاسب على البيبي. ما تتصوريش انا سعيد قد ايه. عاطف ما كانش له لازمة ابدا الحركات اللي انت عملتها قدام سعاد دي. ما هو غصب عني، هو خبر زي ده هيتسكت عليه؟ وبعدين بقول لك ايه، انا مش عايز الولد ينزل في قلق، انا عايز الولد بيضحك. فاهمه؟ فاهمه. حلم جميل يا ساره، حلم جميل قوي. نفسي يطلع ظابط ويبقى اول واحد يرفع العلم وهو بيحرر فلسطين. يا رب يا رب يا عاطف. بس بيتهيالي يعني انه على ما يكبر ان شاء الله هتكون فلسطين اتحررت. يبقى يرفع رايه السلام مع اللي عايزين سلام. عمري ما كان في حياتي راجل غيرك. انا واثق من كده، بس انا مش قادر افهم ايه اللي حصل. تاكد انك هنا هتكون في امان. طب عمر فين دلوقتي؟ مش عارف افكر. انا مش فاهمه الوضع ده مش هيستمر كتير. هو اللي كل يوم والتاني جاي وقاعد لي في الصاله. تجننتي؟ مستعد اعمل اي حاجه.
الوضع ده انا مش مستحمله خالص، مش قادر افهم انا بقاوم ايه بالظبط. لا تكون بتحبني ولا حاجه. ايه رايك نجيب اخ الوحيد؟ هو ما يقدرش يعمل اي حاجه دلوقتي. انت لازم تدافع عن حريتك. انا مش فاهمه هو مستني ايه لغايه دلوقتي. بس ارجوك بعد كده حاول تسيطر على انفعالاتك. امبارح اللي عدى